في البداية كده انت محضر لنا برضو بعض الإحصائيات في أكتر من حتة وأكتر من مجال، عايزك في البداية كده تكلمنا عن الإحصائيات دي أولها إيه؟ طبعا احنا كنا الفقره الاولى كانت بتتكلم عن حصاد 2023 اللي الزمالك لعب فيه. السنه دي كانت سنه يعني يعتبر من السنه الكبيسه شويه للماتشات الزمالك، يمكن برضو السنه دي الوحيده اللي طلع فيها الزمالك اخر 10 سنين بدون احراز اي بطولات على مستوى كره القدم. الزمالك واجه فيها عده صعوبات يا احمد بتغيير عده مدربين، يمكن مر على الزمالك 5 مدربين السنه دي بس، بدايه من فيريرا واخيرا كابتن معتمد جمال. يمكن انا ألخص الموضوع عشان برضو سريعا للناس عشان تكون مركزة معانا في أبرز النقاط اللي احنا الموسم ده اللعيبة اللي هي مستمرة معانا، لأن في لعيبة طبعا كانت موجودة في أول السنة يا أحمد ومشيت، ففي لعيبة دلوقتي مستمرة معانا في القائمة الحالية. وناخد 2023 بشكل عام، مين أكتر ناس لعبت، مين أكتر ناس سجلت، مين أكتر ناس بعدد الدقائق. فأنا عايز أبدأ على طول بأكتر 5 لعيبة تواجدوا في قائمة الزمالك خلال 2023. دول اللعيبة اللي دخلوا السكواد السكور شيت بس ممكن ما لعبوش. فاحنا هنبدأ من على طول بأول حاجة، سيد عبد الله نيمار أكتر واحد دخل القائمة 50 مرة، يمكن لعب فيها 40 مباراة، دخل القائمة 50 مرة، لعب 40 مباراة، عدد الدقايق كان 1724. جميل. تاني واحد أحمد مصطفى زيزو دخل 47 مرة القائمة ولعب 47 مباراة، يعني هو طول ما بيخش القائمة زيزو بيلعب على طول بشكل أساسي، ولعب هو أعلى معدل دقايق 40 يعني 4090 دقيقة. عندنا سيف الدين الجزيري لعب 46 في القائمة، دخل 46 مرة ولعب 42 مباراة. عندنا محمد عبد الغني دخل القائمة 45 مرة ولعب 41 مباراة. إبراهيم النضاي دخل القائمة 45 مرة ولعب 40 مباراة. محمد أشرف رؤى دخل 44 مرة ولعب 38 مباراة.